استوالي سنتين ووظفة في 254 كجرافيك ديزاينر. في البداية كنت في برنامج إنتاجي، وهو اللي أعطاني الفرصة أني أتدرب بشكل احترافي وأدخل المجال اللي أنا درسته وكنت حابة وايد أني أشتغل فيه. برنامج إنتاجي كان وايد يناسبني لأنه يكمل اللي درسته أنا في الجامعة، اللي هو المجال الإعلامي اللي أنا أحبه. برنامج إنتاجي هو برنامج متخصص للمواطنين، وهو برنامج في المجال الإعلامي في الإنتاج والمونتاج. البرنامج مش بس عبارة عن تدريب، لكن البرنامج عبارة عن باب أنك أنت تلتقي مع إعلاميين كبار وشخصيات إعلامية مهمة. تعلمنا وايد أشياء وتدربنا على كل مجالات الإعلام، من بناء أفكار وتصوير وصوت وإذاعة ومونتاج وإضاءة. انجزنا وايد مشاريع مختلفة وتعلمنا كيف نشتغل تحت الضغط ونستمتع بالعمل. لمسات إماراتية هي من أكبر المشاريع اللي أنا وزملائي إنتاجي عملنا فيه، والبرنامج عبارة عن برنامج في استوديو لمدة 20 دقيقة، واللي يجمع فيه مختلف المواهب الفنية الإماراتية. فإذا مشاهدينا ننتقل مع وضح الرحبي عازفة البيانو. اتجهت للتصوير اللي هو التراثي، تصور مناظر تراثية، ليش؟ أنا أنصح كل إنسان شغوف وله رغبة في مجال الإعلام أن يقدم لـ 2454 برنامج إنتاجي، لأن البرنامج هي فرصة عمر، البرنامج ما يفوت. إنتاجي غير حياتي من الناحية العملية والشخصية، الحمد لله أن الله أعطاني هالفرصة، وأنا جد فخور أني كنت ضمن البرنامج.